نروح لزميلنا محمد توفيق مرة تانية ولقاء مع كريم الدبيس لاعب النادي الأهلي. من جيل كابتن ايمن معاك عقب فوز النادي الاهلي على زد بهدف مقابل لا شيء، معنا واحد من نجوم المباراه النهارده والموجودين كريم الدبيس. يعني كريم الف مبروك الفوز في البدايه، وثقه غاليه من مستر مارسيل كولر النهارده بيدفع فيك مباراه مهمه في توقيت صعب جدا، ولكن كالعاده دايما كنت عند الموعد وعند حظ ظن جماهير النادي الاهلي وعملت مباراه كبيره جدا. طبعا الحمد لله على المكسب، و ببارك للعيبه وبارك للجهاز وبارك للجمهور طبعا. وماتش صعب، مفيش ماتش سهل هيجي لك طبعا، بنلعب لاخر دقيقه بروح الفالنا، بنعمل كل اللي عندنا عشان نقدر نكسب ونطلع بالثلاثه بونت، ودي اهم حاجه عندنا في الماتش ان احنا نكسب وناخد الثلاثه بونت، ده اهم حاجه. ابرز تعليمات مستر مارسيل كولر النهارده في مباراه صعبه وقال لك ايه قبل المباراه وبين الشوطين؟ لا طبعا هو بيتكلم معايا دايما ان العب بشخصيه كريم، هو عارفني كويس وطبعا بشكره على ثقته دي، وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. ضغط مباريات كل تقريبا 48 ساعه مباراه، داخلين كمان على مباراه الزمالك، شايف الفتره دي ازاي وتساعدوا لها ازاي، ومباراه الزمالك هتعدلها ازاي ان شاء الله؟ لا طبعا الماتش الجاي ماتش قمه، اللعبه كلها بتحترم الفرق اللي قدامنا سواء اي فرقه في الدوري، بنبقى نازلين مش عايزين غير المكسب بس، وده بيبقى هدفنا. طبعا ضغط المباريات، لعيبه النادي الاهلي متعوده على كده دايما، وطول السنين احنا متعودين على كده ان احنا بنلعب كل يومين كل ثلاث ايام ماتش، دايما بنبقى جاهزين، بنعمل الاستشفاء بتاعنا، بنعمل كل حاجه بتاعتنا، بنجهز للماتش بشكل كويس عشان نقدر نكون في الملعب قادرين وكويسين. جمهور النادي الاهلي النهارده اللي استقبلك واحسن استقبالك، تقول لهم ايه النهارده بعد المباراه؟ لا طبعا بشكرهم وبقول لهم مبروك، ودايما مستنيينكم تبقوا معانا وداعم لينا، وبتمنى الجمهور بالكامل يحضر لان ده هيبقى دافع لينا وهيدينا باور لقدام، وان شاء الله الماتشات الجايه مكسب كلنا. شكرا كريم، ودايما موفق باذن الله. كابتن ايمن، ديك لقاءاتنا بعد مباراه الاهلي وزد، الف مبروك الفوز لحضرتك، لضيوفك الكرام، لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، واعتقد انها عاديه اكثر من رائعه، وتحقيق ثلاث نقاط غاليه جدا قبل مباراه القمه. كلمه كابتن ايمن، اتفضل.